السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما هي أعراض تلين العظام؟ بداية، هناك تظهر الكثير من الأعراض المختلفة التي من الممكن أن تظهر بشكل عام. بداية، من الممكن أن نلاحظ تنميل المنطقة المحيطة بالفم، وأيضا تنميل الذراعين والساقين، ومن الممكن أن تصل إلى تشنج اليدين والقدمين أيضا، وعدم انتظام نبضات القلب بشكل دقيق. وأيضا من الممكن أن نلاحظ ضعفا كبيرا في العضلات، وآلام في الساقين والحوض والعمود الفقري، ومن الممكن أن تحدث بعض التشوهات في الهيكل العظمي مثل زيادة سماكة المعصمين والكاحلين وانحناء الساقين أيضا والركبتين، ومن الممكن بروز عظمة الصدر. وبعض الأسباب التي تؤدي إلى تلين العظام مثل الأورام السرطانية أو استخدام بعض الأدوية أو الإصابة ببعض أمراض الكبد أو الإصابة بالفشل الكلوي. أتمنى لكم دوام الصحة والعافية. إلى اللقاء.